اخوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه متتبعين قناه باشا العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، واحد التحيه بحال دائما للجاليه ديالنا المقيمه في الديار الاوروبيه ومغاربه العالم، وخاصه في الدول العربيه. واحد التحيه عاوتاني للناس اللي كيكتبوا لنا التعليق ديالهم بالكلام الطيب، بحال دائما كنشكركم عليه. اليوم اخوتي نعاودوا واحد القصه، هاد القصة واقعية لواحد الشخص كان شوفير درموكة، وكان كيطلع من الديار الأوروبية، كان كيمشي بين المغرب وأوروبا. وهاد الشخص هذا كان واحد الإنسان مزيان وطيب، والإنسان لا عمره سلعه، ولكن كيبقى بشر، كان خطا وهادشي اللي عطى الله. وحنا قبل ندخلو في التفاصيل هاد القصة اليوم، نتوما بحال دائما إذا عجبتكم شي حاجة ديالنا بارطاجيو، وتكون على زر الاشتراك باش تشوفكم دائما الجديد ديالنا، وعملوا ابوني وعملوا لايك وجمجموا ودعموا هذه القناه راهي ديالكم، وحاولوا ما امكن تكملوا الفيديو حتى الاخر تشجيعا منكم. هذه القصه قلنا اخوتي لواحد الشوفير، واحد الشوفير ديال الرموك يطلع على برا، يعني من المغرب من اوروبا الدول الاوروبيه. وهذا الشخص هذا يعني واحد انسان طيب، انسان لا عمره سلعه بشهاده الجميع، واش انسان اللي واعده، ولكن بالنسبه للانسان كيبقى بشر بحال اللي قال اخر، حنا بنو ادم وكل بني ادم خطاء، الخير خطائين التوابون. لا ود الانسان كيخطا واخا يكون كما بغى يكون، بحكم ان هذا الانسان هذا الانسان عشاق متدين، كيقولوا حنا انسان ملتزم، الامور ديالو مزيانه ومجوز عنده وليدات، ولكن بعض المرات كتعرفوا عاوتاني كيقرقر يما بالشراب، هاي حنا نقولوها بالطيطي، هاي كيقرقر يما بالشراب، عاود يضربها بسكره وكذا وهادي، وكيعمل غبره وكذا، كيبقى بشر عندهم يخطاو. خا الانسان كيبقى ماشي واحد الطريق معاه وبطا واحد الساعه كيخطاو، مكنعرفوش الاسباب. دائما حنا خصنا ما نلوموش الانسان، حنا مكنعرفوش شنو هي الاسباب، الخفايا والخبايا اللي كاينه مخبعه مكنعلموش عليها الا الله، ولا كيعلم بها. دائما خصنا حنا نقولوا الله يهديه والله يهدينا والله يعفو على الجميع، يعفو علينا ربي كاملين بينا. هاد الشخص هذا كان كيطلع من اوروبا، كيطلع السلعه من اوروبا وكيجيب السلعه من اوروبا للمغرب، هادي هي الخدمه ديالو، شوفير ديال الرموك. ولكن الانسان نوضح واحد الامور، واحد الحاجه اخوتي، هو دابا الانسان اي بشر كيكون خارج البيت، كيكون عنده البيت، يا البيت ديال الاسره يعني الوالدين باقي ما جوجش، ولا يكون مجوز عنده وليداتو والزوجه ديالو، هادي كتما عنده البيت، كان البيت ديال الوالدين او البيت الزوجيه اللي كيمشي له. دائما الانسان يكون على برا كيكون كيخدم، خارج البيت المشاكل اللي كتكون خارجه على برا كيبيع شي مشاكل في السوق او في الشركه، مشاكل في الشركه، يعني خارج الدار كيكون مشاكل وكذا والتاعه والاراق، وانت كتعرفوا تماره والروينه والمعاناه. كيفكر ملي كتجي ديك العشيه ولا ديك الليل كيجي بحال من الدار، عاد كيجي من الدار الانسان باش كيلقى الراحه ديالو يرتاح، يعني البيت عباره عن بيت ديال الانسان كيلقى الراحة ديالو تما، ودائما الدار ديال البيت ديما مجموعة انواع ديال الراحة موجودة في ديك البيت. الانسان كيجي للدار ديالو كينعس باش كيرتاح، او كياكل الماكلة مع وسطها كيرتاح، او كيدخل الحمام كيرتاح، او كيجلس كيرتاح، يعني داك خصو يجبر النشاط ديال هنا والراحة. اما جبرتي الدار ديال التهوى الثور المشاكل والعصا وهادي، جيتي من الزنقة من العصا والمشاكل تدخل الدار كتبان المشاكل والروينة وهادي، الانسان النفسية ديال الانسان كتدهور. هادي الحقيقة للجامع ماشي لأي انسان، خصو يجي الدار يجبر الراحة ديالو، والإنسان لازم الدار ما يجبرش الراحة، وجبر المشاكل والنقير، وحنا كنقولو العافية شاعلة، كيخرج من الزنقة عاوتاني صافي، وانتما كتعرفو. هاد الشخص هذا كيطلع على برا بخير هانية، ولكن كيعمعنا ما كيعاودو عليه، كان عندو بعض المشاكل في الدار. حنا ما كنشهروش بالإنسان يعمل تشهير أولا كنفضحو الإنسان، حنا كنعاودو القصة واقعية، وكنشوفو الخبايا والأسباب كيفاش عاملة. أما شي حاجة داخلية للإنسان ما كندخلوش فيها حنايا، وما كنعاودوهاش. هاد الشخص هذا كان عنده شي مشاكل ديالو في الدار، وبعض الاحيان هذا قلت السامي كان كيجي عليه كيقرقر يما في الشراب ولا كدا ولا شي امور بحال هكدا. ولكن واحد المره كان طلع اوروبا وخاصه المانيا، كربط واحد العلاقه واحد الجوريه واحد الالمانيه، واحد الالمانيه كتخدمه في واحد الجمعيه كتدافع على حقوق المهاجرين، وكان ربط واحد العلاقه نقول حنا غير شرعيه، اولا كان عنده العلاقه مع عجوج بها ولا ما نعرف. المهم فيما كيطلع لالمانيا ولا هادي كيتلاقى بها، كيمشي مع بعضيتهم كدا هادي شحال من ايام ولا شحال من شهور، هو كيمشي معاها وكتمشي معاه. المهم هاد الانسانه ولا هاد الالمانيه هادي كانت مدمنه،
على الكوكايين، هذه هي الحقيقه. وهو في الدوكي مره انا قلت لك قرقري ما بشرى، ولكن نفح سوا على الكوكايين. اكثر من يقول عاوتاني طلع الدم ورسطريت مشاكل والقلق والقرابة، لا عاوتاني كتعرف الانسان الله يهدي الجميع والسلام. بحال دائما كيطلع لالمانيا كيما الشغل ديالو كيتلاقى بها، كيمشيو كيقلعو هنا تسالى هنا، مشي جلس هنا في قهوة هنا، نفح هنا سكير هنا كدا، عاوتاني عاوتاني كيجي بحالو هيدا، عاوتاني فين ما كيطلع كيفتش عليه وكتفتش عليه. هاد المرة هادي الأمور ماشي بحال دائما. جان عندها عاوتاني عمل معاها، عيطلا عيطلاقا وكدا هادي صافي بحال دائما. هي خرجت من الشغل ديالها، صنات عليها عند الوالدين ديالها، صنات عليها الأم ديالها، عشان كنركز على الأم ديالها، صنات عليها يعني عيطت لها في التليفون، آه بنتي كدا هدا، قالت لها أنا عاد خرجت من الشغل حقا عنمشي مع فلان، واحد الساعة عند المكانة غنجي من الدار. هادشي اللي كان اللي قالت هاد البنت هادي من الوالدة ديالها. حقا مشات مع هاد الشخص هذا، مع هاد الشوفير هذا، مشات مع فرموكا عاوتاني، مشاو معاهم فين كيمشيو الأمور ديالو، فين كيمشي يجلسو ولا فين كيمشي يتقهوى ولا فين، أكثر كيبقى فرموكا طلع هنا هنا هنا، كتعرف موكا كاين كبيرة وهادي فيها فين تجلس، فيها الأمور ديال الراحة، كتعرف فرموكا تجلسها فيها ولا هادي كلشي فيها. المهم هاد المرة هادي عاودو شي ستيرة الكوكايين نفحو ما كدا، كتعرفو والناس اللي كيعرفو هاد العالم ديال الكوكايين، أي مدمن واخا يكون مدمن أول مرة ولا عندو سنوات ديال الادمان، يعني سبيونس الادمان، هاد الكوكايين كتجيب واحد الساعه كتفاجئك. باش كتفاجئك شحال من واحد يبقى ينفح داك واحد الساعه كتفاجئو، كتما كتضرب القلب ديالو، كتضربو كتجيبو كاو، كنقول هاد الدقه اولا السكته القلبيه، كتوقعو له الموارد القلب ديالو. هما كيقولوا باللغه العربيه اولا ملي كيعملوا ديك المحضر كيقولوا تعاطى واحد الجرعه زايده هي اللي تثبت له، هي ماشي جرعه زايده لا، انسان الكوكايين هيدي هي كيبقى ياخذ تعاطى، لكن النفاحه ولا كيتعاطى اليوم غدا واحد المره كتسكت القلب ديالو. هادشي اللي وقع انا السيده هادي الالمانيه هادي، نفحت تنفيحه هكدا هادي، موال عندنا عليك قبل القلب ديالها ماتت بسكته قلبيه، الراجل بقى في الورطه. هادشي ما كتعاود دابا الانسان مغربي في الدير الاوروبيه يعني كتسمى ماشي يعني في بلادو، وهاد السيده كيعرفوها كتخرج معاه وحتى يماها كتعرف انها كتخرج معاه، كيتعاطوا من هادشي هذا مره وماتت له في الكاميونه. شتي كيف غيكون كيف غيكون الواقع ديالو والحاله ديالو؟ اي انسان يحط راسو في هاد الموقف بحال هذا كيف غيكون الامور ديال الانسان، كيف غتكون العقليه ديالو؟ الراجل سالت لون بقى كينوض فيها كينوض فيها، ما بقاش ما عرف صافي ماتت، بقى مروش عادي يعمل عادي يعمل، راه كان الرموكه ديالو وشد بر الطريق بحال حالي ما يجي بحالو المغرب. صافي ضرب الطريق المانيا، من المانيا دخل فرنسا، وانت كتعرف شحال الطريق راه مسافه ربما ثلاث ايام ولا ست ايام ديال الطريق من يوصل من المانيا حتى الخوزيرات ولا راه ما تجبد في الطريق وخصو ينعس وهادي. المهم بقى انا جيت دخل المانيا، من المانيا خرج من المانيا من فرنسا، بقى كيمشي فرنسا، وانت كتعرف دابا هاد الميت عندك جوج ثلاث ايام اربع ايام هذا كتلاقى من تما فهمتيني، لا بدك ثلاث ايام اربع ايام ربما راه تقدر تحلل ودار كتقتلك داك الجوج ثلاث كتقتلك النسمه، داك يمشي من النسمه في الكاميون الراجل مرون دخل فرنسا ودار الطريق والروينه وكيشوف ديك النسمه وهادي الراجل مش عادي يعمل، وهادي راه الجوتسه وفي بلادات الناس وعاد في الرموكه خدام شوفير اش غادي يعمل؟ بقى ساطم هيدا كيف كاشني غادي يعمل، تاد خن اسبانيا، من تخن اسبانيا بدا كيضرب شي مسافه في الطريق هيدا باش يبدا كيفتش على شي مدينه، شي نوطا شي غابه شي واد شي حاجه فين يتخلص ديك الجوتسه، ضرب واحد المسافه مهم جبر شي غابه ولا شي خلا تمايا نزل جبر جبر ديك الجوتسه خرج عطاها العافيه حرقه حرقه بدا وطلع بحال الرموكه ديالو جلس دار شي سن في حي اخرى عاوتاني ديك تعرف انت في هذا الموقف على دا راه ينفع ويسكر ويحي من كل شيء وشبر الطريق مفتون والفتنه راه صعيب الله يحفظ. المهم بقى شبر الطريق عاوتاني كيف كاشني غادي يعمل كيشوف ديك النسمه باقه في الكاميونه واخا خرج بداو ديك النسمه ديك الجثه ديال الميت باقه في الكاميونه، اي واحد يقدر يشوف ديك النسمه هذيك يقدر يقول لك كاين دابا مثلا جا دار بيض الطريق ديال المغاربه ولا اوروبا اي يدخل في هذيك الباب يشوف ديك النسمه يعرف ديك الجثه ديال النسمه ديال الجثه. المهم شحال غادي يعمل شحال غادي يعمل مرون وماشي في الطريق كيخربق شرف علينا يوصل مثلا علينا يوصل للخزيرات ولا هادي، شي جات واحد الفكره قرار نعطي العافيه للرموكه مثلا ملي تخرج ديك النسمه
ويقوم انا وقع له مشكل وبداو هذه وحادثه السير وبداو مع راسك على لا وهذه وغطي زعما غطي الملامح او ديك ديك الجريمه ولا هذه غطيها بالطريقه هذه. انا هو كان في اسبانيا وبدا ما كانش في المانيا شبر ديك الرموكه وعطاها العافيه عطاها العافيه باش ما يتخلص من ديك الجريمه اللي عمل وسان ديك النسمه وسان لك شي اثر ديك الكاميرا ما يبقاش بدا يكون اثر تما البصامه بجا غير وقع ميمسه لان ندخل مثلا وشكوا فيه ودخلوا في البحث عايش يجبروا الاثار عند ثلاث الامور ديال الناس اللي كانت تبحث في هذه القضايا بحال هكا. المهم صافي حرق ديك الكاميون بحال ما كاين والو صورة اسبانيا عاوتاني تما رموكا ما عرفش شنو مع التامينه وجا قلاله وهادي صافي خلاص تخلص. ولكن الام ديك الكاوريه يعني يما هاد ديك العائله الالمانيه كتعيط لبنتها البنت قالت لها واحد نص ساعه ما قال انا غادي نجي صبحة نهار ويومين وما كاينش العائله هي ما كتعيط لها يما كتعيط ما كاينش راه ندرت الامور عاوتاني البوليس ديال المانيا ديالهم البوليس هادو كيبحثو كيفاش فين هي العائله فين هي كدا هادي قال لك حقا هي ركبت مع فلان فلاني كيجي لعندها عندها العلاقه معاه كتمشي معاه هادي قالت لك واحد ساعه ما قالت تجي من ديك الساعه ما جاتش ردوا الكاميرات وبحثوا كداش وراه ركبت معاه يعني امور اللي متطوره هادي كتعرفوا هما ماشي وقبل دابا كلشي متطور ها الكاميرات هكذا غير خلي على الله رجعوا الكاميرا جوا انا ركبت معاه وبداو كاين الكاميرا ان مشات وخدنا فرنسا ومشاو يعني تبقى سامحين الكاميرات فروتوروز غير يعني الكاميرات راه منتشره في الدول كامله حتى المغرب راه في الكاميرات يعني دابا هادشي هذا هادشي دابا حدث اليوم وتقدم كلشي الكاميرا باقي المغرب غيكون كامل كاميرا حتى هو عاوتاني وهادشي راه مزيان هادشي الكاميرا راه مزيان كيفوك كيفوك شي امور حتى المباحث ديال هادشي هذا اللي كيوقع مثلا جرائم وهادي راه حتى السلطات كتعاون هاد الكاميرات. المهم بدا كيبحثوا ان تدخل اسبانيا دخلوا السلطه الاسبانيه عاوتاني بان فلان كدا خصك تشوف بركدا قال لك هو هنايا راه حقا راه رموكه ديالو تحرقت شحال دخلوا السلطات قال لك فينا راه مبحوث عنك ان بجريمه تقتل فين العائله فين هي كدا قال لك ما شافهاش من العائله انكر مره دخلوا كيبحثوا مع اسبانيول في قلاله وهادي هو انكر مره ما كاينش انكر قال ما عمرو شفت ما سرقت. المهم عياو عليا كيبحثوا كدا هادي الاسباني ما عندهم حتى شي حاجه تما هي اللي عندهم هي هرموكه محروقه عنده صافي قال لك ما كاين شي عياو كيبحثوا عياو كيحققوا في التحقيق بجا قلاله وهادي ما اعترف لهم حتى شي حاجه بقى هي نكر نكره واستنكره وزاد في نكره على كيقولوا. المهم قالوا علاش ني كاين حقاش حنا اللي عطى الله هو هذا بحثنا معاك ما كاين حتى شي حاجه ولكن دابا السلطات الالمانيه راه محتاجه فيك يدي من عندك شي اقوال وهادي ويرخي في السبيل ديالك وما يزرفه باش يردوا لالمانيا صافي داكشي اللي كاين وعلى النيه ديالو صافي طلعوا لالمانيا سلموا السلطات الالمانيه هذيك الالمانيه كتواجد الادله وداكشي البراهين والحجاج ما عندك فاين تخبع صافي وجهوا بك الادله ها الكاميرات ها هذه خرجت معاك ها فيهم شي تفاني وعاد اللي لاحظوا عاوتاني يعني كانوا عملوا واحد الاتصال مع الشركه اللي خدامه هنا في طنجه عاوتاني وديك الشركه عندها جي بي اس ديال الكاميونات كل شوفير كيمشي في الكاميونه فيها جي بي اس فيه وصار فيه مشى فيه جا شافو من دخل اسبانيا فواحد الموطع في اسبانيا كيمشي وكيوقف وكيرجع مثلا كيعاود كيرجع كيضرب شي طريق صغيره كيعاود كيرجع ثاني هو ديك الساعه اللي كان كيقلب على الغابه فين غيتخلص من الجثه هما صافي لاحظوا في داك الشيء هذاك صوره بحث كبير وقع وتعاون ثاني مسؤول المغرب مع المانيا مع فرنسا مع لانها جريمه بحال خدمه جريمه دوليه وخطيره بحثوا وركزوا على ديك الموطا اللي كان كيوقف فيه كيتفى في اسبانيا مشاو تما وعملوا واحد المسح كيقولوا المسح فتشوا ديك الجهه وجا شغلانه وجبروا الجثه ديك العائله جبروها يعني جبروا الاجافي الادله ثابته هنا ما عنده ما يخبع ما عنده ما ينكر ما كان عليه الاعتراف قال لهم هي انا ما كنتش قصدي نقتلها انا ها اللي وقع ولكن خصك تبر الله وقع ديك تعاينوا السلطات ها اللي وقع صافي علاش الناس سيبتيها وحرقتي كدا هذا هو المشكل اللي سبب له مشكل كبير في الاخر المطاف وجهوا بادله دخلوا معاه في التحقيق اعترف بكل شيء ساعه ما عندهم يخبى اعتراف داو المحكمه حكموا عليه بالمؤبد في المانيا او داو محكوم في المانيا بالمؤبد وهذا الشخص مسكين عاوتاني يعني الله يحسن العون الجميع انا ما كنلوم حتى شي واحد انا يعني مجرد كنعاود القصه باش الانسان يبحث اي انسان يبحث لك شي عبره ولا شي درس ما يخوضها باش يعرف شنو كاين راه الجريمه ما كتنفعش واي جريمه السيتيوتي ديال القتل عاد تفضى عاد تشبر عاد تشبر كنتي في المغرب ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا لان الروح عزيزه عند الله وخا تكون ديك الروح من ما بغات تكون اي روح عزيزه عند الله
مزيني، والجاني ولا المجرم ولا الكتاب الجريمه عندهم يحصل، ولو بعد حين عندهم يحصل. هادشي اللي وقعنا الشخص هذا عطاو المؤبد، ولكن اللي اللي كيبقى في المحنه واللي كيبقى هادي هما لا عندهم شي اطفال صغار، ولادو عنده ولادو عنده دابا مراه، وهادي الاب عاوتاني كتعرف الشتيت عاوتاني كتعرفو كان خدام في رموكا وجا لا اوروبا وجيب السلعه ودي السلعه والفلوس وجا. والمشكله الاخر دابا هو مثلا حنا ما نقولوش الناس هادي كتسمى مثلا تدخل الحبس مؤبد ان الموت اللي هو ماشي حقيقي، كتسمى بحال صافي مات بالنسبه للاب يعني ولادو. وعاد مع الاسم ما خلالهم دار خلو في الكرا، والانسان ما كاين والو ما كتعرفو كان يخلوه شي دويريه ولا شي حاجه، ما كاين لا دار ولا والو خلوهم في الكرا وما كاين حتى شي حاجه. ولكن الحمد لله بحال كنقولوا حنا دائما المغاربه فيهم الرجال، في الامور ديال التضامن والتعاون لا كاين الرجال. ناضوا الناس عاوتاني اللي عاوتاني في صحاب المهنه ديالو الشوفيرات والشركات ديال النقل الدولي والجقلال هادي، عبرتهم هنا في طنجه عملوا واحد المبادره، واحد المبادره مزيانه، واحد المبادره حسنه، وجمعوا شي بركه مع بعضيتهم وهادي، وشروا واحد البارطمان هادي العواول، وعطوا واحد خرجوا لهم واحد المنظر كل شهر عندو واحد البركه. هادي الشيء هذاك يعني كيفرح في المغاربه دائما التضامن هذا كيفرح. وعاد تنقول لك ولي حزين بزاف عاوتاني، حتى هذيك الزوجه ديالو توفات مسكينه عاوتاني، شي بزاف ماتت عاوتاني الله يرحمها، وبقاو ديك الابناء ومش كتعرفوا الطريق ديال الشر شي شكل تأدي. واللي كيبقى ضايع عمرك عندك شي والدين او لا عندك شي ابناء، هذو اللي كيبقى في المشاكل وفي الضايع وفي الحرقه وكذا. اما الانسان مثلا سالك اللي كيطلع للحبس ما كيجبر ما يعمل كيتكي على منتيفو وكيبقى الدنيا هي في الحبس، اما الحال ديالو كامله في الحبس او لما ربما شي تطلق الصراح ديالو كيكون عادي. ولكن اللي كيبقى معذب هو اللي كيبقون على برا، اما الوالدين اما الزوجه اما الابناء. وهذا الشيء اللي بقانا الشخص هذا بقاو الابناء ديالو باقي صغارين، وبوري كان عنده عزاز لولادو كيكتب شي رسائل. انا بحس الناس الاصدقاء ديالو عاودوا لي شي امور بزاف حزينه بزاف، انا ما نقدرش نعاودها الامور ديال العاطفه ديال الاباء مع ولادهم وكذا وهذه. والله يطلق صراحه، واللي مات مراته الله يرحمه وديك الابناء يكون بيوم الله سبحانه وتعالى. والدنيا هي هذه، والانسان دائما خصو هاتون في الحاجه اللي تخليك خليها، حاجه اللي تخليك خليها. والانسان انا كنبقى نركز عليه في الاول هو الانسان، اكثر الانسان اللي مزوجين وعندهم النساء ديالهم وولادهم، حاولوا البيت الدار يكون مكان ديال الراحه ديال الهناء، ما يكونش المشاكل والعافيه شاعله في الدار، لا ما تكونش ديك الستريس والقلق والروينه والنكير والغاو دائما جهنم. هذا هو اللي كيسبب الانسان كيرجع خارج البيت وربما كيرتاكل شحال من واحد ارتكب جرائم بالصحه العين ماشي ما كيجيوش الراحه في الدار، كيخرج يخرب عليها في الزنقه، والزنقه ما عرفتش الراحه، ديك الراحه اللي في الزنقه مزوره، اما الراحه بالفلوس او الراحه مؤقته. ان الراحه الحقيقيه خصك تكون في الدار ديالك، وحاولوا تكون البيوز ديالكم دائما المكان ديال الراحه. وهادي وهادشي اللي كاين اخوتي ما نطولش عليكم، ودائما القصص انا كنعاودهم من اجل العبره والدروس. الانسان دائما ياخذ الاحتياطات ديالو، والدنيا هي هادي والتفاعل التي هي احسن، والدهان سيري سير. والسلام عليكم، تلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله.